اخبار اليوم. حضرتك احنا الساعه حوالي الساعه 7 وحاجه كده فوجئنا بدخنه جامده غرقت الدنيا هنا، فما عرفناش ايه اللي حصل. جرينا على الكنيسه لان المبنى كله مولع من تحت ومن فوق، حاولنا السيطره عليه هنا والاهالي صراحه هنا والمحلات هم اللي انقذوا المبنى في بدايته. بعد كده المطافي جت عربيه واحده وبالعافيه قالوا لك، كلمنا الدكتور ايهاب الطماوي عضو مجلس الشعب وكلمنا رئيس حي شبرا، لاش الناس اتجمعت وبداوا يطفوا الحريق وقدروا يسيطروا عليه. حضرتك احنا سيبنا الفطار ونزلنا، والله احنا كالمسلمين ونزلنا على طول. مسلمين ايه شبرا ما فيهاش ايد واحده، يعني احنا مسلمين مسيحيين في شبرا كلنا ايد واحده. احنا سيبنا الفطار ونزلنا، يعني احنا ما فطرناش ونزلنا. بدات الدخنه تزيد بطريقه غير عاديه، دي كان نتيجة ما نعرفش، يعني ما فيش حد يعرف، الله أعلم. احنا لنا دخنة غير عادية، ما لا لا ما فيش حد يعرف لسه، مش هنجزم بحاجة. هو في تحيات هتتم وهي التحيات اللي هتثبت الكلام ده، بس أنا بقول لحضرتك الدخنة يعني سيطروا عليها بالعافية لأن المبنى اللي فوق ولع، يعني ملحق بالكنيسة، واللي فوق الأعلى كنيسة برضه في مسبح برضه بحريقة غير عادية. شكرا. تحت أمرك. أنا فتحي محمد علي من شبرا. اللي حصل اللي احنا سمعنا الناس عماله تجري حريقه، كلنا جرينا على مكان الحريقه وكل واحد كان بيقدر على حاجه لحد ما جت عربيه مطافي وقعدنا نطفي، وقعدنا بقى طبعا كان في معوقات العربيه. مطافي وصلت بعديها هي اول عربيه، ما فيش بقى خمس دقائق عشان هنا المطافي اول عربيه على طول. احنا ساكنين بعد كده، احنا ساكنين في ظهر الكنيسه اساسا. فطبعا جت عربات المطافي من كل حته والحمد لله ابتدوا يطفوا، والاهالي كلها طبعا كله بطفايات والحمد لله قدرنا نسيطر على المحلات اللي عملوا طفره غير عاديه. هل حصل شفتوا اصابات حصلت او لا؟ لا 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 هو اصابات في مفيش اي حاجه خالص الحمد لله. في حاله اختناق بس من اللي هم بتوع الكشافه بتاعت الكنيسه بتقول انا شايفه تكييف ماسك فيه النار مولع من اللي هم من جوه الكنيسه. دي حاجة واحدة طالعة من جوه هي اللي شافت يعني الواقعة دي. احنا كأهالي نزلنا، يعني احنا كأهالي احنا سيبنا فطارنا والله ونزلنا، ان مفيش حاجة هنا في شبرا اسمها مسلم ومسيحي، احنا كلنا ايد واحدة، مسلم مسيحي كلنا ايد واحدة. تم اخماد الحريق بعديها بقد ايه؟ بحوالي اكتر من ساعة كام؟ ساعتين. ساعتين. اقل من نص ساعة كانت الحريق مشتعلة جوه، ما كانش فيه يعني عربيات اطفاء كافية. فين وفين عربات الاطفاء بدات تيجي والتكدس بتاع الناس لما يعني بداوا يدخلوا جوه. بس